وللتعليق على الموضوع انضم الينا عبر الهاتف الناشط السياسي عبد الله بداهن. اهلا بك استاذ عبد الله. بدايه، ماذا لديكم من معلومات اضافيه حول الاستحداثات العسكريه للامارات في جزيره عبد الكوري؟ اهلا وسهلا. الامارات كما هو معلوم لا تستو الا من حين الى حين الا ان تجدد نشاطاتها باساليب واساليب اخرى من حين الى حين لزياده يعني تجذرها في هذه الجزر وهذه المناطق التي تتبع الخليج. كما نعلم عبد الكوري يعني جزيره هي تعد الاكبر بعد سقطرى الام في الأرخبيل، وهي تحتل المكانه الثانيه بعد سقطرى الام. عبد الكوري زارت الكثير من يعني البعثات والضيوف الذين ياتون تابعين للامارات منذ العام الماضي اكثر من مره. نعرف خبراء مصريين و أجانب آخرين يعملون في سقطرى زاروا هناك خلال الأشهر الماضية. نعرف كذلك بأن هناك من أبناء تلك الجزيرة من استلموا إلى عدن والتقوا بعيدروس الزبيدي ورجل أيضا آخر من جنسية أخرى غير يعني يمنية يتبع الإمارات ويعمل معها. هناك في عدن الثقة بهم وهو يعمل في سقطرى أيضا. هناك بعض التحركات المريدة، لكنني يعني لا نستطيع أن نؤكد يعني نوع الاستحداثات ما نوعيتها حاليا، لأن الجزيرة يصعب وصول أي صور أو معلومات يعني بشكل اوضح من هناك ودقيقه، لان لا انترنت هناك ولا نعم. يعني وسائل تواصل. نعم، ولكن استاذ عبد الله برايك ما الذي تسعى اليه الامارات من تحويل سقطرى الى قاعده عسكريه تضم خبراء من جنسيات مختلفه؟ قبل فتره كانت جزيره ميون واليوم جزيره عبد الكوري، برايك لماذا؟ هذه يعني هذا النوع من الاطماع يسعى اليه يعني العالم ويلهث وراءه في يعني في هذه الاثناء وفي هذه المرحله فيما يسمى ب يعني خطوط الامداد الدوليه والطرق الملاحه التي الان العالم اصبح يتنافس عليها. الامارات ربما تكون هي الوكيل لمن خلفها او ربما هي شريك. الامارات تسعى كما هو معلوم في هذا المجال، وهي تنافس في هذا المجال عالميا باعتبار ميناء دبي وهذه يعني الاهميه التي تسعى الامارات ان تكون مستحوذه عليها في هذا المجال. معروف قصتها مع ميناء عدن. يعني الامارات واحده من الدول التي تحاول ان تكرس جهودها للحصول على موطأ قدم في هذا المجال، مجال الممرات المائيه والمواني وبالذات الجزر اليمنيه التي تحتل مواقع استراتيجيه هامه في خطوط الملاحه الدوليه، وهذا الذي نعتقده. وكذلك القواعد الغربيه التي اريدت ان تنشا، كما هي وثائق مسربه بان في 2010 سعت الولايات المتحده الامريكيه لايجاد قاعده في أرخبيل سقطرى لها يعني. وربما تكون الامارات هي ايضا يعني وكيل لتلك الاطماع، لا ندري بالضبط، لكن هذا المساق وهذا الاتجاه هو الذي نعتقد بان الدول تسعى اليه، ومن ضمنها الامارات قد تكون هي لذاتها ولاطماعها الذاتيه او وكيلا لمن خلفها. نعم، نشكرك جزيل الشكر الناشط السياسي عبد الله بداهن، كنت معنا عبر الهاتف.